البصرة ينضم معنا الناشط المدني من هناك محمد حاتم سلطان. أهلا بك محمد. تظاهرة جديدة اليوم في المحافظة، هل المطالب لا تزال ذاتها؟ تفضل. نعم، السلام عليكم وعلى قناة الرشيد ومشاهدي قناة الرشيد. أهلا بك. نعم، نظمنا هذه التظاهرة اليوم ظلما بالبصرة المظلومة، نعم، البصرة التي غزت العراق، عاصمة العراق الاقتصادية، بل عاصمة العالم الاقتصادية. البصرة الآن مظلومة، محرومة بسبب الفاسدين والمفسدين. الآن هملوا مطالبنا، الآن هملوا كل مطالب البصرة، والصراعات السياسية على منصب محافظ البصرة. نعم، هذه كارثة. انصرفت أكثر من 650 مليار للبصرة، والبصرة الآن بس فقط نشوف يا رفعوا المقرنص يا رجعوا المقرنص، كل 3 أشهر كل 4 أشهر، وكأنما أموال البصرة فقط للمقرنص. نعم نعم أستاذ محمد، اليوم كان للمتظاهرين الاجتماع مع ممثل الحكومة المركزية، حدثنا عن هذا الاجتماع خاصة أنك أنت كنت أحد الحاضرين. نعم، هو مستشار في هيئة مستشاري رئاسة الوزراء، مبعوث يعني صار له من زمان حول مياه الشرب والمحطات والشركات التي تدخل. المشكلة هنا، المشكلة الصراعات السياسية مناطقهم. شوفي، الشعب البصري ما يعني ما أبدا كسياسيين ما يهم الشعب، ما ملوث ما مسمم، بل هذه الشركة ريتها وهذه الشركة ريتها. للأسف لحد هذه اللحظة كل حلول ماكو. فإحنا اليوم مشكلة، يعني حضرنا كناشطين دعونا وحضرنا ومع السيد المستشار، لكن كل حلول ما بيده، كل شيء ماكو. سوف ندرس، سوف 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 سوف، كل حلول ما عندهم بعد سنة ماكو. أصلا كل قرار وكل حل للماء ماكو. يعني ألا تتوقعون أن هنالك ستكون استجابة لمطالبكم؟ وما المطالب التي تلقيتم استجابة سريعة بشأنها من قبل ممثل الحكومة المركزية الذي تحدثت عنه الآن؟ فقط مطلب واحد، ليس ما هو؟ من الممثل، فقط واحد، ما هو؟ مطلب واحد في بسبب دماء الشهداء التي سقطت من المتظاهرين والجرحى. ما هو ذلك المطلب الذي حقق؟ هو اكثر من 550 مليار ايضا اجت في جيوب الفاسدين، ايضا قتال على المشاريع. الان المحافظ مرشح للبرلمان، فائز بالبرلمان، ما يعوف البصرة، ما يترك البصرة، لأن أكثر من 550 مليار طبت البصرة. يا أخي أنت فزت، روح المرات عوف البصرة، أهل البصرة يا أخوي، يا أستاذ، يا أستاذ، من خلال قناتكم رسالة أوجهها للأستاذ أسعد العيداني. يا أخي عوف البصرة، صدر قرارك وروح المرات، خلي الشعب يمثل، نعطيهم 20 اسم 30 40 اسم، نقول لهم هاي شخصيات بصرية صوتوا عليها، نعطيهم 50 100 اسم وخلي يصوتون على اسم واحد من هذه الاسماء. يا اخي ما يصير انت لما تدخل 550 مليار حبس البصره، انت لا تحب البصره ليش ترشح؟ يا اخي من اول مره ما ارشح البرلمان، نعم، باخذ منصبك محافظ البصره. نعم، الناشط المدني محمد حاتم سلطان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.